كلام الله. ترخيما احذف اخر المنادى كيسوع في من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما والنذ بالها والذي قد رخم بحذفها وابشره بعد واحضلا ترخيما ما من هذه لها قد خلا الى الرباعيه فما فوق العلم دون اضافه واسناد متم ومع الاخر يحذف الذي تلا يزيد لينا ساكنا مكملا اربعه فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جمله ولا عمر نقل وان نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه الف ودعه ان لم تنوي محذوفا كما لو كان بالاخير وضعا تمما فقل على الاول في ثموديا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الاول في كمسلمه وجوز الوجهين في كمسلمه وللطلال رخموا دون ندا ما للندا يصح نحو احمد الغرام. الترخيم قال الترقيق قال لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. قال ترخيم لأجل الترخيم احذف آخر المنادى احذف الحرف الأخير المنادى جعفر تقول يا جعفر سعاد تقول يا سعاد محمد تقول يا محمد ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعاد بمن دعا سعاد جوزنه مطلقا في كل ما أنزل بها كل اسم مختوم بالهاء لك ترخيمه بغض النظر عن بنيته ثلاثي رباعي خماسي لكن الهاء لها وضع خاص إذا رخمت ما هي فيه لا يجوز أن تحذف غيرها. الاسم إذا كان منتهيا بغير التاء قد يرخم بحذف حرفين لكن مرخم إذا كان مختوما بالتاء ورخمته بحذف التاء لا تحذف غيرها. فتقول في ذوبة غاية في القلة تقول في ذوبة يا ذوبة هيبة يا هيبة فاطمة يا فاطمة منتقات تليه منتقى تقول يا منتقى تحذف التاء فقط لا تحذف الألف تحذف التاء فقط. هذا ما وجوزنه مطلقا في كل ما أنزل بها واضح والذي رخمته بحذف الهاء وفر ما غيره وفره بعد واحضوا لا ترخيم ما من يا عقنبة عقنبة تعلم هو أنثى العقاب تقول يا عقنبة الألف تستحق الحذف لأنها زائدة رابعة لين ساكنة لكن ما فيه التاء إذا رخي بحذف التاء لا يحذف غيره ماشي. وحو لا ترخيم ما الخالي من التاء لا يلتخيمه إلا قشر إلا الرباعي إلا إذا كان رباعيا فما فوق لا يلتخيم زيد وعمر وبكر أجاز بعضهم ترخيم حكم قال فلنشبهه بباب في الممنوع من الصرف وهو سقر أعوذ بالله منها سقر عندما تحرك وسطه ثقل فمنع من الصرف قال فلنقول ما يا حكى وليس بمعتمد إلا الرباعي لم تكن رباعي جعفر خالد محمود سعيد إلا ما فوق والعلم لابد أن يكون علما لا يصغر غلام عند في اللغة العربية لعله في لغة الهند يرخم لأنه عندهم علم ما فوق العلم دون إضافة كذلك يجب أن لا يكون مضافا لا يترخم عبد الرحمن ولا غلام زيد لماذا؟ واحد اسمه علم غلام اسمه علم غلام زيد لا يترخمه زيد لا ذنب له لم تناديه غلام لا يجوز ترخيم الحذف لا يكون في الحشو من لازم وسمع ترخيمه بحذف اخره قال خذوا حذركم لا هذا ترخيم بالتاء خذوا حذركم يا آل عكرمة يا آل عكرمة هذا رخم المركب بحذف اخره المضاف اليه لكن لم تناديه انت ناديت آل وكذلك يا عمرو هل تذكرني يا عمرو هل تذكر يا عبده هل تذكرني اسمه عبد هند يا عبده هل تذكرني في موكب او رائض لقنيصي يا عبده يا عبد هند رخمه بحذف المضاف كله عند الرباعيه فما فوق العلم دون اضافه واسناد متم المركب تركيب اسنادي لا يجوز ترخيمه مثل شاب قرناها هذا الاصل وعليه استثناء سيبويه دون إضافة وإسناد المتم إسناد بحر إسناد مثل شاب قرناها
بلق نحوه وسوف يلاحظ عليه ملاحظه في اخر الباب دون اضافه وليس اذا الرباعي هي شروطه رباعي ما فوقه علم ليس مركبا تركيبا اسناديا وليس مركبا تركيبا اضافيا دون اضافه واسناد مهتم هذا نوع من الترخيم يحذف فيه حرف واحد هناك ترخيم يحذف فيه حرفان وترخيم يحذف فيه كلمه براسها ثم قال ومع الاخر حذف الذي تلاه ان زيد لينا ساكنا مكملا اربعه فصاعدا فتقول في عثمان يا عثمان بحذف النون والالف الالف لين ساكن رابع متمم اربعه والرابع مروان يا مروان بحذف النون والالف عصفور عصفور علم تحذف الراء والواو لين زائد ساكن رابع قنديل يا قنديل أنا أقول ومع الآخر حذف الليتاء والآخر زيد لين ساكن مكمل أربعة فصاعد بخلاف غرنيق دع عنك غرنيق بخلاف كنهور علم كنهور الصحاب الرقيق كنهور هذا متحرك والمتحرك كنهور هذا ليس لينا وقمطر ساكن رابع لكنه ليس لينا وهبيخ هبيخ رابع ولين لكن ليس ساكنا متحرك وكذلك قنور قنور لين رابع زائد لكن ليس ساكنا كذلك مختار لين ساكن رابع لكنه أصل أصل ما دخارة اختار لين في اختار أصل هو عين الكلمة وكذلك ذلك منقاد منقاد لين ساكن رابع لكنه أصل وبخلافه سعيد سعيد لين ساكن وزائد لكنه ذلك زائد لكنه ذلك وكذلك ثمود ثمود لا يزخمه ثالث ثمود وعمود عمود الواو زائدة وثالثة ولين وساكن لكنه ثالث عماد كذلك ومع الآخر حذف الذي تلاه إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بما فتحهم إذا جاءتك واو ساكنة وياء ساكنة لين رابع فصاعدا قبله حركة غير مناسبة وهي الفتحة خاصة في الخلاف في فرعون هل تقول في فرعون أو تقول فرعى بحذف النون والواو غرنيق غرنيق طائر الياء رابعة ساكنة لين لكن مسبوقة بحركة غير مناسبة هل تقول يا غرني ويا غرنى ويقول في واو وياء بهما ثم قبل النوع الثالث من الترخيم قال والعجل زحذف من مركب المركب تركيبا مزيا تحذف الكلمة فتقول في حضر موت علما يا حضر يا حضر وفي بعد بك علما يا بعد والعجل زحذف من مركب وقل ترخيم جملة الجملة هو المركب إسناديا مركب إسناديا قل ترخيمه وهو أشار في أول الباب لأنه ممنوع قال دون إضافة وإسناد لكن هنا رجع وراجع نفسه وقال يقل ترخيمه وذا عمرو النقل نقله عمرو وهو سيبويه عن العرب أين نقله نقله غريب في باب الممنوع من الصرف وترخيم الجملة وذا عمرو النقل قال في باب الممنوع من الصرف تقول شاب